السلام عليكم متابعيني وكيف الحال. نعم صح خفت عليكم، نعم، لكن من ظروف الحياة تأخرت عليكم. السلام عليكم، سعد الله مساءكم، كل خير، يلا حيهم، شلونكم؟ عساكم طيبين. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا حيه اخو بندر. ونعم اخو. ليه تخيل هذا وشو؟ ما ادري مين يا ولد. كفو مين مديت يمناية ومديت يسراك، كني عدو لك وتبغى انتقامه. ما كان بيوم انت خاويت وياك، ولا كان بعيش كلينا ودامه. روح، تراني طيب النفس مباك، حسابنا وياك يوم القيامة. سلام سلام قلوب، شو العلم على طول تمر؟ قلب وجهك يا قلب وجهك. يلا 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 يلا. نولتك يا ابوي صدق. هذه رضاوة اسم الله عدوه كله شيء. لا والله ما هي برضاوة، هذه علشان عندكم شيء تقول اكلنا وياك، هذه شربنا وياك، يعني وجعت حقك. السلام عليكم. محمد انت جاي تصورني ولا اللي بصورك؟ ايش هي؟ نسيت نسيت معليش، يلا خلنا نصورك. يلا يلا. ايش هي؟ ما ادري. هو ترى داخل دورة، داخل دورة تعليم كيف تصبح موديل. ايوه بطبقها. فهمت؟ من الموديل انت؟ ايوه شكلك. لا لا عاد يلا عن التنمر عاد، يلا عاد اخلاقك، اخلاقك عن التنمر. نمر الرجال. سلام عليكم. خلاص يا سامحت سامحت. خلاص سامحت. الله العظيم. واحد وصفر. الله عز الله. هو واحد وانت صفر. لأنك منتفخ فهمت؟ ابتدي يومك وانت متفائل ان في حاجة حلوة هتحصل. ولو ما حصلتش يا عم هي اول مرة، ما انت طول عمرك فقري. مساكم الله بالخير، شلونكم؟ مساكم طيبين. الخصوصية عندنا يا اخوان في الشقة جدا عالية. يا خالة السلام عليكم. السلام عليكم. عسى ما زعجتك طال عمرك. صدق والله ما سمعت بابك. ما سمعت الباب يطق. نسيت وتاخرت عليك تطق شيء ولا شيء؟ لا ما في شيء، الباب كله هذا ما سمعته يطق. لا والله. طيب ارجع سكر الباب. لقيت الباب؟ اي. متى؟ ما سمعت؟ لا. لا يكون ازعجتك. لا والله ما في ازعاج. مرحبا تفضل. الله يسلمك. ايه ما في؟ ما في ازعاج. اللي باب يا هلا يا لبيك يا اهلين وسهلين. حياك الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. اسا ما ازعجتك. بس انا متدلل. شو بغيت؟ كم شيء قاعد تسوي سنابات تمام، قاعد اقول لهم هالنقله وكذا وذا كذا. ما سمعت شوي ازعجك. قاعد اشوف كذا يعني رنة الطير قاعد يزغزغ عندي. لا لا تمزح والله. ايه ارجع ارجع خلي الطير يرن من جديد. تمام خذ راحتك. لا يكون عورت الصبيح لان الصوت مره بطيء. بالله هي ايش جايكم انتم اليوم؟ ليه ايش فيكم؟ تعرف يعني الامور الحمد لله خلاص. نحبكم يا زين عزلنا، ما عاد لي فيكم شف نورنا، واللي شبكنا معك يا حلو خلصنا. هذا سباكي. مين؟ سامي يا ماتشا ماتشا. اخو بندر. اخو بندر المعذرة يا حبيبي. المعذرة. يا قلب سباكي صح؟ حياك. المعذرة. اعذرنا يا حبيبي. الله يسلمك. شكرا لك يا حبيبي. ماتشا. ماتشا. صاير راعي ماتشا وقهوة سامي. ماتشا مشروب صحي. صحي مين هذه حنا؟ مين؟ حنا في عينك. حنا حنا يا رجال والله. ترى حنا بس حلو والله.
شوف بقول لك شيء، اول مره تشرب وترى تحس. طيب جرب في ذمتك واعطني رايك بامانه. والله حلو والله. سلمي والله على سلمي والله على قهوته اليوم بارد. ما جاك في 60 ما يوقع الا هنا. هذه قهوه ولا بلاش؟ بدل الشيب كبير. اول شيء عشان ما تزعجني. اسمع اسلم. اول شيء ترى تحس بطعم غريب تمام؟ ايه. بعد لما تعود عليه خلاص يكون مشروبك المفضل. والامانه انا ماني شايف غرابه اغرب من قصتك حاليا. الله يسلمك، هذه تخفيف. يلا عيال فك فك كل حد. هذا القهوه يا رجال. ما ماتش ارفع يدك. ما تشرفع يدك. وانا ذا حمال ميادين اخخ شوما كبار اي تقدم يقرب شوية لان انجوده هات والمنجوده. انت صرت تكلم العزام؟ اي في صوت تن 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 يكلم العزام. كل سيارة واقفة انت فاضل ايش في؟ وسوس قبل شي في الشاشة. شاشة مرسيدس يا اخوان تضغط كذا زر تطفي يحس منها خربت. انت بيتك. انا بس كنت اقصر الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سبايك حركات. لا يكون صوت الدب اللي ورا. الله يلعنه. نغست كوسك. طيب افتح الباب اضربه يا نواف. مسكت لك افتح الباب اضربه. افتح الباب. يدك يدك. يدي يدي. خلاص خلاص فك. سلامات والله نور. الحين جدولك تعال دقيقة دقيقة تعبان تعبان دقيقة عد 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 تعبان. بسم الله عليك. اطلع اطلع ورا اطلع ورا. ابوي لا تحلل ابوي لا اطلع. امورك مستشفى. امور طيبة امور طيبة امور طيبة. امورك مستشفى امورك مستشفى. امور طيبة. جوالي طاح باخ باخ. جوالك والله ما جوالك بجاني باخ. يا عم ارقى يا عاد ارقى. دقيقة بس الحين الجدول حقه مدينا كافي. هذا الجدول؟ ايه بالله صادق؟ لا يا عمي طفحت قهوة خاف قام قلبي يرعش من كثر القهوة. العصر قهوة المغرب قهوة عصر مغرب. في جدول في الرياض غيرها؟ ايه في 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 جداول. نبغى نتعب نبغى نحرك الزيوت والدهون اللي فيه. والله صادق والله ما ضربتك انا مسح الوسخ بس. الوسخ وجهك الشارع في الشارع. خلاص يا خلاص مشينا يعني ننزل تقابل. نبغى ننزل نبغى نمشي. تعبت وانا لف في السياره خلاص يا رجل.